السلام عليكم خوتي، معكم أخوكم حميد توجور. دائما في إطار تربية طبيعية للمقنين، كاين واحد النبتة اليوم حبيت نعرفكم عليها. بالك كان الناس بزاف، الكثير من الناس يجهلوا هذه النبتة، وبالك كانوا يعتبروها شغل، يا ما يعرفوهاش يا يعتبروها شغل سامة، هكا شغل ما درنا والو كما نقولوا سامة. وهي في حقيقة الأمر النبتة هذه فيها فوائد بزاف للطير، كيسا سوا مقنين ولا كناري ولا طير واحد اخر. ولا النبتة هذه بالفرنسي واسمها لو بلانتان، هكا بلانتان ا لارج فوي، لو بلانتان ا لارج فوي بمعنى البلاتان ذي الاوراق العريضة. ها هو راه كيما هذا خاوتي، بالك تجوزوا عليه في الغابة تشوفوه وتقولوا بلي هذه نبتة مسمومة، هذه بالك ما تنفعش، ما على بالكمش واش دير كاع شغل كيما نقولوا حنا. سمحوا لي خاوتي باسكو الصوت تاعي راه شويه، راني مريض شويه، قلت لكم والله راني في نتماثل الشفاء ان شاء الله. النبته هذه كيفاش تعقلوها؟ الاوراق تاعها هاي كيفاش تجي عريضه، ورقه عريضه، الله الله، وخشينه كي الملمس تاعها حرش، وتجي عندها واحد كي السنبوله طالعه، هاي كي السنابل طالعه، تجي عندها واحد العفسه كي السنبولة. هاي وراها شوفوها خاطر، هاي ديك تجي طالعة واقفة وشغل يابسة وفيها حبوب، شغل كي الحبوب هكايا. النبتة هادي تنوض بزاف في الغابة، تلقاوها في المورج، في باغ اكزومبل في لي شون، تلقاوها في قدام الواد، تلقاوها. سمحوا لي ما درت لكمش الموضوع هذا، موالف انا ندير النبتة في الغابة، اسمها في بلاصتها وين تنوض وين ندير الموضوع. الله غالب علاش نحيتها، الله غالب باسكو الشتا راه يتصب برا، واكو تعرفوا الغرسة من ما قدرتش نخرج. هاي الشتاء راهي اليوم الله يبارك، ما شاء الله صبت الشتاء، تما ما كان لا يديروا استسقاء، ما كان لا والو، هاي صبت الحمد لله. ربي يجعلها صيبا طيبا ان شاء الله كما نقولوا، ربي يجعل فيها خير الشتاء هذه. قلت لكم خاوتي باش ما نطولش عليكم، الورقة تاعها هاي كيفاش دايرة، حرشة كي تمسوها تلقاوها حرشة، عندها واحد السنابل طابل طالعين هكذا، يا شوف مع الاول يكونوا خضورة هكذا، ومن بعد يبداو يولوا اللون تاعهم يبدا يولي شغل مارو احمر رايح شغل هكذا، ومن بعد كي تنضج تولي شغل هكذا، تولي شغل تيبس، تولي شغل هكذا، هاي هاو الحبوب تاعها كيفاش يولوها، تولي هكذا حبوب رايحين شغل بنية إلى لون بني رايح أحمر، شبه الحبوب تاعها يشبهوا الحبوب اللي ياكلوا المي، لو كرون مي بلون اي لو بتي مي جون، اللي هو اللي ياكلوه لي بيروش، طائر الباجي هذاك، واللي ياكلوه السيرامو زنبيق، هذيك البراقه تقولوا لها براقه تاع لي بيروش، تشبه لها بزاف. هايك هاي كيفاش مع الاول كي تخرج تبدا هكذا خاوتي، هاي ومن بعد كي تكبر شويه تولي هكذا، ها تكبر السنبله تاعها هذيك تولي هكذا، من بعد تحسوها تلقاوها بدات تكبر بدات توجد باغ اكزومبل تولي هكذا، تولي دير واحد الحبوب هكايا هامي حمراء. هيا كي تنضج قاعدين، كي تمر هاد المرحلة اللي كتشوفو فيها، هاي ديك المرحلة، هاي وين راهي، هاي ديك المرحلة تولي حبوب. هاد طائر كي ما كان لا تمدهالو كي تكون هكذا في هاد المرحلة الصغيرة هادي، ما كان لا تمدهالو كي تكون في هاد المرحلة حبوب خضراء هكذا شغل الاخر، وما كان لا تمدهالو كي تكون حبوب هكذا بدات تنضج، هو يحوس عليها هكذا، يحوس عليها حبوب هكذا بهذه الطريقة ناضجة هكذا، هاي خاوتي هاد الحبوب هذوما هاكا يحوس عليها. باسكو علاش كي تمدهالو انت هكذا ولا ما ياكلهاش، ما يدناش ليها الطير كاع، ما يدناش ليها كاع. قلنا الزهرة تاعها على شكل سنابل خضراء، كاين بلدان يعيطوا لها ذيل الفأر ولا ذيل الجرد كما نقولوا، كاين يعيط لها ذيل الجرد، شغل تشبه سنبله تاعها اكرمكم الله تشبه الزعكه تاع الفار ولا تاع شغل الجرد كما نقولوا. وش عندها تاني كما نقولوا؟ وين تنوض؟ قلنا تنوض في المورج، تنوض في الغابه بشكل عام، تنوض تقريبا في كل مكان في الغابه في الطبيعه. الاوراق تاعها متميزه، اوراق عريضه، تجي اوراق عريضه وحرشه، كي تمسها حرشه انت قبل ما تمدها للطير واش دير؟ هي تجي مغبره، وتشوف انا بالعاني خليتها باش نوري لكم، باش انت شللها مليح وما تمدش غير السنبوله، ياكلوا كلش، ياكلوا الاوراق، ياكلوا الجذور تاعها والاوراق،
ولا سنابل، كل حاجة وش فيها خصائص. لازم تكون، قلنا الحبوب، يجب على الحبوب أن تكون جافة، قبل ذلك الطيور لن تأكلها، ما تأكلهاش قاع، وتكون دون قيمة غذائية. دونك كي تكون هكا ما فيهاش قيمة غذائية، كي تكون هكا كيف كيف ما فيهاش قيمة غذائية، هاي اللي فيها قيمة غذائية، اللي تكون واصلة هكا ناضجة هكا تشوفوها. كي تبدأ توجد تكون مارو هكا، كي تزايد على هكذا شوية، هي غير تبدا توجد طيور ياكلوا الحبوب اللي تكون ناضجه وتكون واللي تكون شويه خضراء، هذيك تاني ياكلوها. هاي هذيك خلاص، هذه لازم تكون ناضجه باش تشوفوها. هذه هي ياكلوها. قلنا الطيور وشنو هي الانواع الطيور اللي تاكلها، انواع الطيور اللي تاكل هذه. وباش ما نكونوش كيما نقولوا ما نساوش خاوتنا البلدان العربية، في البلدان العربية يقولوا لها، يسموها نبتة لسان الحمل، نبتة لسان الحمل هكذا يسموها. اون فرونسي لو بلانتان ا لارج فوي، البلاتان عريض الاوراق، ولا نبتة لسان الحمل. كنت تجوزوا عليها في الغابة وتشوفوها قدام ما تستفادوش منها. دوك انا وريتها لكم، انا نمدها لزغوشي نورمال، وخاصة الطيور تاع اوكرانيا، ما زلنا نقولوا تاع اوكرانيا، الحسون الاوراسي شاردوميري اوراسيك، هذاك الحسون الاوراسي يموت عليها خاوتي. انا هذا هدية اللي سلكته لي، كي درتها في الكاجا يجوا ياكلوا الورق، يبيكيو فيها هكذا ياكلوا الورق، ياكلوا. وشنو لازم تكون ناضجة، انا قابرتها لهم هكا ناضجة شغل الحبوب تاعها، ياكلوا الاوراق، ياكلوا الجذور، ياكلوا الحبوب، ياكلوا كلش منها. الطيور قلنا اللي يحبوها بزاف ويفضلوها ومليح تعطيها لهم، فراخ الكناري صغار، الكناري البالغ، المقنين، حسون الفرخ ولا البالغ، السيسكن، طائر السيسكن اللي هو طيران دي زون، اللي هو لوك كما تقولوا له لوك، كاين يعيط له لوك. الشرشور، طائر الشرشور كاين يعيط له الشرشور، هو طائر البانسون، لو بانسون هدايا كاش نهار نديكم موضوع عليه ماشي مشكل. فرانجيلا كلواب سي عيطولها، هو لو بانسون دي زاربر. كاين طائر تاني واحد اخر ياكلوها، هو طائر البسبوس اللي تقول اللي هو سورين سيني، يقولوا له طائر البسبوس سورين كما نعيطوا له حنايا. وكاين طائر التفاحي اللي هو لينوت ميلوديوز، التفاحي هدايا النينو كما نعيطوا له حنا بالعاميه النينو. هادو هما لي طيور لي تسمى لي ياكلوها بزاف مليحه ليهم، لي فرانجيليدي كيما نقولو. بون قلنا دوكا الخصائص، الخصائص تاع لا فالور نيتريتيف تاع القيمه الغذائيه والطاقويه، واش فيها النبته هادي، واش فيها في الجذور وفي الاوراق وفي الحبوب تاعها، واش فيها كمواد فيتامينات، واش فيها كيما نقولو باش تفيد الطير باش تفيد الزوج. انا دوك نقول لكم عطوها له، بصح لازم نقول لكم واش فيها الفايده باش تعرف نتايا. قال الطائر تاعي النبته هذه فيها بروتينات، الطائر تاعي ناقص بروتينات، اي نعطي له، نعرف نبته فلانيه، قال تيفا فيه كذا، قال هذه النبته فيها املاح معدنيه وطاقه، قال انا طاقه، نحن الطائر تاعي ناقص طاقه، نعطي له، نعرف واش نعطي له. هكا تولي بروفيسيونال خويا، هكذا تولي تعرف واش تمد للزوج تاعك ياكل بيان، تما تعرف واش خاصه وتمد له النبته المناسبه. كما نقول قلنا الاوراق والجذور تحتوي على مواد طاقة منشطة، مواد طاقوية منشطة، سي دي سوبستانس تونيك، ليجيرمون تونيك، تمدلو شغل كيما نقولو الطاقة، تمدلو الطاقة باش يبوجي بيان، شغل طلع له الطاقة تاعو. فيها مواد ملينة للبطن، إذا كان مقنينك عنده كونستيباسيون، أي راهي كيما نقولو تلين له هذاك البطن تاعو، كيما نقولو حنايا اللاكساتيف ناتورال، ملين طبيعي للبطن الطائر. فيها مواد توبيك، بمعنى مواد مضادة لخمج الجروح، إذا كان مقنينك تجرح ولا وكلا هاد النبتة، أعرف بلي ما يتجرحش كي ياكل هاد النبتة، تعطي له مواد توبيك تقاوم خمج كيما نقولوا ما تعفن الجروح، تقاوم تعفن الجروح بمعنى أنه تقوي له المناعة تاعو. فيها مواد أستريجونت كي فو دير مجففة للمنقار وحلق الطائر، هذه هي شغل الخاصية تاعها، تجفف الحلق تاعها ولا تسمى فمه كيما نقولوا حنايا يعني.
عندوشهم عنده منقار، ولكن ما تضروش قول تنشف له الفم بالك باش تعطشو يزيد يشرب، ولا بالك باه يغني يزيد يغني تهيجو يغني سا ديبون. مازال ما عنديش هذه المعلومه. وفيها خاصة مواد ديبيوراتيف، كي فو دير بمعنى مواد مطهرة للأمعاء ومعدة الطير، وهذه هي الخاصة المهمة جدا. هذه هي، نتمنى يكون موضوع صغير فيه فايدة كبيرة للناس، وبارك الله فيكم وربي يحفظكم. واللي عنده أي سؤال ولا أي تفسير يطرح عليا في اليوتيوب ولا في الفيسبوك تاعي، ونجاوبه بلا مزيتي بربي ان شاء الله. ما نعرفش حاجه نروح نبحث له عليها ونجيب له المعلومه بلا مزيتي. خاوتي راني هنا نعاون الناس قاع، شاء من شاء وابى من ابى. وهذه ما هذا ما كان، انا قلت لكم وش نسحق. انا نسحق غير قال خويا بارك الله فيك خويا حميد، وانا نرد لك اللي نقول لك وفيك بركه، ربي يحفظك ربي يجازيك. نتبادلوا الدعاء، انت تدعي لي اخي وانا نرجع لك دعاء ثاني، ونقول لك ربي يحفظ لك والديك، الله يسترك، الله يعطيك الخير. هذا ما كان، هذا واش نحوس انا حاجه واحده اخرى كاع ما نحوس ندير فيديو كلاشي. انا ديجا والله غير صدقوني خاوتي، ابار سفيان، ابار خونا سفيان تاع الانجليز لي شغل من داك ندخل هكا ندخل نشوف يهموني المواضيع اللي يديرها، باسكو نعرفو يربي طبيعيا، باسكو نعرفو اون بيرسون. انا المقنين عكس المربيين الاخرين، المقنين قربني من الناس، المقنين عرفني على رجال ومعرفه الرجال كنوز. المقنين سفيان من لندن تعرفنا في الطير، ما نعرفوش كاع، انا شفت لي فيديو تاعي تاعو، شجعني درت قناه تاعي، شجعني وشاف باللي انا نربي كيما هو طير طبيعيا. جا الجزائر تلاقي رحت ليها انايا، تلاقينا ما طفى عليا تليفون، ما بعت لي ولاد حومته يضربوني، ما قاطعوا لي، ما الحمد لله شغل رانا رجال كيما نقولوا. الحمد لله رحت ليه استقبلني، كيما نقولوا استقبلني جايديني للدار كاع. انا قلت له لا معليش، حنا تاع مقانن، قلت له جيب مقانن، نحطوا نريحوا بالمقانن تخلوا، وحنا تاع خلوي تاع غابه تاع خلوي. اكرمني كيما يقولوا، ما خلى هو جا من انجليز، ما خلانيش يا نشري له كازوزه شغل. قال لي لا يا اخو، قال لي راك ضيفي يا خويا، كي نجي عندك طرات جايه. اكرمني اخر كرم، ربي يجعلها كيما يقولوا في ميزان حسناته. جوزنا وقت شباب، قصرنا ماشي غير الطيره، قصرنا على كيما يقولوا الدنيا. وريت له التصويره تاع بنتي، ورا لي التصويره تاع وليده كيما نقولوا. شغل هذه هي التعارف، اصدقاء الحسون. حنا ربي يجعلنا اصدقاء وخاوه، يجعل الحسون يقرب بيناتنا، ماشي ندير لك فيديو كلاش انا باش نعايرك وانت تعايرني وانا خير منك وانت خير مني. لا اخويا العزيز، انسى تبرا. حنا الطير الا فرقنا على بعضنا ما كان لا غدوه نحبس زواوش. انا الطير الا يدير لي مشاكل مع المربيين ويبدا يقول لك كدا وانت منا، والاخر يقول لك دار لي وعمل لي، والاخر يطبل الاخر. لا اخويا العزيز، الا كان الطير يفرقني مع الناس نربي نعاود نولي كيما كنت، نحي كاع القناه تاعي دي انايا، ونعاود نولي نربي بيني وبين الزوج، بيني وبين روحي وبين الله سبحانه. هذا ما كان. انا الطير اصدقاء الحسون، جروب تاعنا اسمه اصدقاء الحسون هكذا. الطير هذا يرجعنا يديرنا الصداقه، يديرنا التعارف. لي زوروبيان فاش خير منا، طير يجمع بيناتهم، يتلاقاو زوج عباد في بارك يحبطوا حاشا كلابهم يدوروا، يولي يقصر له على كلبو الاخر يقصر له على كلبو، تنشا بيناتهم صداقه، يولوا اصدقاء في كلش خويا العزيز. يولوا ديروا هكا عفايس، هذا يعرض هذا، رمامو، هذا هو الطير، هذا هو. حبيت نقول نقطه واحده اخرى تاني، كاين ناس دوموندات لي الدود القبابي هذاك اللي درت الفيديو تاعو، وين يشريه وين كذا. معليش نعاود تذكير صغير، الدود هذاك تلقاوه في السوق تاع الحراش، راه من حواه ماهوش بالجمعه والحد كيما كان، راهو بالثلاثه والسبت تحت البون تاع سانكوري. وكيما يقولوا خذوا حذركم باسكو كاين دعاوي شر شويه، كانهم يجيبوه لتما، ولا تلقاوه زهر، تلقاوه في السوق تاع بودواو، ولا في بعض المحلات اللي يبيعوه برك هذا الدواء هذا الدود هذا يا صافي الله يربي. كاين ثاني بعض المحلات يبيعوه، راهم دايرين موقع في واد كنيس، ادخل لجوجل اكتب واد كنيس دود فير دو فارين واد كنيس، وخرب المنطقه اللي قريبه لك تلقى الناس بزاف تبيع، عم يبيعوه بسومه شابه. هذه هي، انا والله يا خوتي غير خلاصوا لي والله، مديتهم كاع للناس. شفتوا هذوك الدود، هذيك الطاسه اللي كانت معمره دود الله يبارك، والله ما خليت لي حتى حبه. عيطوا لي في التليفون خونا حامد، قلت لهم ارواحوا نعطيكم هكا باطه صغيره تبداو بها التربيه،
وجدت هذوك الدود قاع جاوني واحد واحد ال 20 باطه هكا صغيره مديتهم للناس قاع اللي يعيط لي يجي عندي نمدلو اللي يعيط لي جاهم كاين الناس بلاك دوك هم يسمعوا فيا جاوني عيطوا لي في التليفون تلاقيت معاهم حبت لهم دود هذاك عطيتهم لهم بارك الله فيك بارك الله فيك ما طفيت عليهم تليفون ما جبتهم الولاد حمتي تضربوهم ما كان والو شغل الحمد لله هذه هي مانيش قادر نمدلك حاجه ولا نبيع لك طير ولا انا ما نبيعش طير على كل حال ما نطفي عليك تليفون ما نطمعك نقول لك روح ليا ومن بعد نولي نتخبى لك ونهرب منك لا لا خويا العزيز لا لا انا كي نقول لك اروح ليا نعطيك الدود تلقاني نسنى فيك نتفاهموا على 10 تلقاني 10 غير ربع نسنى فيك تما اخو تجي نعطيك الامانه تاعك وبارك الله فيك ونجي رايح هذه هي ما نقدرش نقول لك ما نقدرش انا والله غير خلاصوا لي خوتي درك انا اعوذ بالله من كلمه انا نروح عند صاحبي كاين واحد صاحبي عنده حانوت تاع زوج عطيت له يربي نجيب من عنده اون سوش نعاود نبدا تربي نعاود نربيهم كما يقولوا ان شاء الله هذه هي وبارك الله فيكم خوتي وربي يحفظكم ورانا تعلمنا معلومه جديده على هذا نبته اللسان الحامل مليحه بزاف فيها خصائص بزاف 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 الجذور والاوراق تحتوي على مواد طاقه منشطه قلنا والحبوب تحتوي على مواد ملينه للبطن مضاده للخامد والجروح مجففة للمنقار والحلق تاع الطائر وخاصة خاصة مطهرة للأمعاء والمعدة هذه هي أعطوها له وما تخافوش هذه هي.